أكيد فرح. فقرتنا السابقة كنا عم نحكي فيها عن تطبيق الكتروني منصة للتعليم الأطفال، وأيضا رح نستمر ونحكي اليوم مع بدء المحاولات الأولى للطفل على التواصل. تبدأ الكثير من إشارات الاستفهام بذهن الأم والأب بالعائلة حول كيفية ابنهم يبدأ باللغة ويكون يملك هاي المهارات وتكون اللغة صحيحة، سواء من طريقة اللفظ وحتى من التعبير، وخصوصا أنه بعض الأطفال ممكن يتعرضوا لا تأخر بالنطق لأسباب عديدة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بالتفصيل ونعرف المعلومات الصحيحة بصيرنا يكون بصباحنا غير معنا اليوم الأستاذة أيضا المختصة بتقويم الكلام واللغة ولاء الحسن. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك ولاء. اليوم عم نحكي عن موضوع يمكن للأسف منتشر بشكل كتير كبير، طبعا. تأخر الكلام والنطق، عم نشوف معاناة كبيرة خاصة للأمهات بالبداية. أمتى الطفل ببلش يكتسب مهارات التواصل، ينطق الحروف الأولى والكلمات المفتاحية الأولى؟ تمام. هلأ بالنسبة لعملية التواصل، هي بتبلش من بداية حياة الطفل، من أول ما بيخلق الطفل ببلش عنده عمليات التواصل. طبعا احنا بالفقرات القديمة حكينا وبالمرات السابقة وكل مرة عم نحكي انه العمر المبكر امتى ببلش عند الطفل الكلام، امتى بتبلش تظهر الأصوات عند الطفل، كلياتهم كمراحل قلنا من الشهور وكيف تتطور لعمر السنة. هلأ اللي بدي ركز عليه اليوم انه نحن نحكي عن عملية التواصل قبل ما نحكي عن مهارات النطق وعن الأصوات وكيف اكتسابها. موضوع التواصل اليوم هو موضوع كتير مهم، كيف نحن الطفل بده يعبر عن احتياجاته، هي واحدة من مهارات التواصل. فلما الأم اليوم بدها تشوف أنه أنا ابني ترى هو عنده مهارات تواصل، قبل ما تقعد هي تقيس أنه هو كم كلمة حكى أو هو عم يقول بابا أو ماما، فعليا هن الكلمات اللي عم يقولها هي مقصودة وموجهة، لأنه عملية التواصل هي لتعبير عن احتياجات الشخص. فمن مراحل العمر الطفل الأولى من عمر الأشهر هو بتواصل عن طريق البكاء لتلبية أو للتعبير عن احتياجاته لحتى تتلبى. بعد هيك بتتطور مثل ما قلنا للأصوات، هاي الأصوات بتصير هي أصوات وظيفية مستخدمة، وبيبلش بيقصد فيها أمه وأبوه، بيبلش بيقصد فيها مثلا المي والشرب وغيره. فهي الاحتياجات هي المفروض تكون في عنا شيء اسمه عملية تواصل صحيحة، وهي اللي تركز عليها الأم بالبداية لحتى تبلش على عمر السنة تقيس إنه الطفل فعلا بلشت تظهر الكلمات الأولى، والكلمات اللي موجودة عنده هي كلمات مقصودة عم تستخدم، لأنه هذا اللي احنا بنسميه الكلام الوظيفي. نعم. طيب أستاذة ولاء، مثل ما حكينا سابقا وقلتي انه نحن حكينا كثير عن اللغة، لنحكي عن مهارات التواصل. اليوم كثير من الأطفال ما بيقدروا يعبروا، حتى لما بتروح الأم لعند طبيب بتقول ابني ما عبر، انه هو وين موجوع لحتى انا اعرف، او مثلا هو ما عم بشوف منيح اذا وقع راسه وهذا الشيء اثر على عيونه. فكتير كيف انا بقدر بلش نمي هاي المهارات بالتواصل لحتى يقدر هو يعبر لي شو مشاكله؟ اليوم كثير عم نشوف مثل ما ذكرتي اطفال عم يصيروا بعمر 3 سنين و4 سنين وهن جملتهم كثير صغيره وبتختصر بكلمه، والام لما عم تفهم على الولد فهون هي ما عم تساعده على انه هو يزيد من تعقيد هي الجمله ويعبر فعلا عن احتياجاته. لازم بمرحلة تكوين الكلام، هون لما حكينا عن انه يكون عنده خلل انه يوصل شعور او مثلا اي رغبة هو بحاجتها وما عم يعرف، هون دليل عنا اضطراب على مستوى المكون اللغوي اللي هو المستوى القواعدي، مستوى التعبير والدلالي، كيف هو بده يعبر عن احتياجاته. وين النقص؟ شوفي النقص عم يبلش من البداية تكوين الكلام. ليش حكينا انه اليوم الام لازم تعرف انه ابنها ما يكون هو بس متلقي، كمان بدها تحاوره تنمي له هي مهارة الحوار، لانه الطفل هي لغة ممارسة. تمام. واذا هو ما بالبداية اشتغلت معه الأم على مبدأ إنه كيف تتطور له كلامه، فهو أكيد بعدين حيصير عنده اضطراب على مستوى إنه يعبر عن احتياجاته، ومثل ما قلنا واحدة من مكونات اللغة هو فيها خلل. وين عم تصير المشكلة للحقيقة؟ الأمهات اليوم عم تلجأ كتير لأنه تحط أولادها على وقت طويل على التلفزيون تحت 3 سنين، عم يكون عمر الطفل هو دون 3 سنين هو عم يقعد وقت طويل على التلفزيون وعلى الآيباد والموبايل، فهون الطفل عم يصير عنده مشكلة بعمليات التواصل، لأنه نحن التواصل بدل متلقي ما عم يرسل على هالثلاث عناصر، هو الرسالة والمرسل والمستقبل، عم يكون طفل مستقبل وغير مرسل وما عنده رسالة. فهون عم يكون مشكلة مثل ما قلنا اللغة هي حوار، فنحن إذا الأم ما أخذت وعطت وعلمته كيف بده يحكي صح فهو ضل عنده خلل. فهذا السبب عم يكون أحيانا عنده الطفل لما نجي عمر منيح ما عم يعرف يعبر. بالإضافة ممكن يكون عنا كتير أسباب تانية، ممكن على مستوى اضطرابات الأطفال العصبية، ما يعني بده يكون هو مشخص الطفل، أو إذا كان عنده ناحية من نواحي الإعاقة. وطبعا نحن لازم نعرف دائما لما بيكون عندي خلل
بطريقة الكلام أو باللغة أو بالتأخر، لازم كمان نفحص السمع، لأنه المدخل الأساسي للكلام هو السمع، حاسة السمع. فأكيد لازم تكون كمان الأم متأكدة من موضوع السمع، فاحصة الموضوع السمع. بالإضافة كمان نتأكد وتراقب من عمر صغير إدراك الطفل. اليوم كتير نحن نشوف إذا إدراك الطفل ضعيف ومتأخر وعنده تأخر، فبيكون عنده كمان تأخر على مستوى الكلام. ولا اليوم ليش منشوف بعض الأطفال بعمر السنتين إذا بدنا نقول، وهذا السن ممكن يكون يبلش فيه الطفل يمكن يحكي ويكون عنده كلمات مثل بابا ماما وبعض الأشياء اللي بيتعامل معها بشكل يومي، لكن عم نشوف بعض الأطفال إذا بتحاكيهم أو بتعطيهم بعض الطلبات ممكن يلبوها بطريقة صح ويعرفوا مسميات الأشخاص، أما بالنسبة للنطق عم بيكون كتير صعب عليهم هذا الشيء. كمان الخلل ممكن يكون من المخزون اللغوي هون. تمام، هون نحن بنكون عم نحكي على اضطراب على مستوى اللغة التعبيرية، لأنه باللغة عنا استقبالي، فهو بيكون كتير منيح على مستوى الاستقبالي، هو بيعرف يميز وبيفهم الكلام مثل ما تفضلتي وبينفذ أوامر، بس نجي للتعبير هو عنا مشكلة. فهون نحن نتأكد أنه هي بسموه إحنا ممكن يعني منطقة بروكا هي عم تعطي أداء جيد وصح أو شو سبب التأخر، فهون بصير التقييم عند أخصائي النطق لنعرف ليش اللغة التعبيرية فيها خلل. وهون نحن ساعة أن نتعرض لاختبار، الاختبار بيقيس عمر الطفل اللغوي كناحية لغة تعبيرية، يا ترى هو عم يعطي عمر السنة أو عمر السنتين أو ثلاث سنين. إذا كان في فارق بين اللغة الاستيعابية واللغة التعبيرية، فنحن بدنا نحاول نعمل خطة علاجية بتراعي هي الفجوة اللي صايرة عند الطفل لحتى تتطور عنده الكلمات ويصير مستوى اللغة التعبيرية متناسب مع مستوى العمر. نعم. طيب بختام حديثنا اليوم أستاذة ولاء، أهم النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل الأمهات اللي عم بيتابعونا أو الآباء لكيفية التعامل الصحيح وتنمية لغة التواصل لأبنائهم؟ للحقيقة اليوم النصيحة الأساسية أنه نحن إذا الأم شافت ابنها عنده تأخر على مستوى الكلام للوصل لعمر 3 سنين ولسه ما تطورت الجملة عنده، فأكيد تراجع أخصائي نطق، ما تستند لأمور شغلات قديمة إن كان ما تستفيد منها، لازم يكون اليوم في أخصائي نطق قادرة هي تعرف الجواب عندهم، حتى على مستوى كمان نطق الأصوات الطفل اللي عنده إبدال، ما تقول بكرة لحاله بيتحسن الكلام، إذا وصل لعمر 5 سنين وما تحسن الكلام فهو رافقه هذا الموضوع، فلازم كمان هي تبلش بالتدخل معه من عمر بكير، تخفف ساعات التلفزيون، ما يكون مثل ما قلنا عنده خلل بعملية التواصل، يكون مستقبل ومرسل وتفعل عنده دور الحوار والحديث لحتى يصير عنده مكونات اللغة الاجتماعية اللي بعدين هو حيستخدمها ضمن محيطه. أكيد كل الشكر لك أستاذة ولاء وكل التوفيق. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك ولوجودك معنا.